هو كلش وي فو با كي دي باسي لو ديلي تاع لي فو با دي باسي لو ديلي تاع لا 5 جويي صافي ان موا اون بلوس على لو 5 جويي يقولوا في الديلي تاع لو 5 سعدت اليوم باجراء زياره عمل لولايه تيفازا. شكر موصول لسيد الوالي وكل اطارات الولايه على حسن الاستقبال في اطار تفقد ومتابعه لمدى تقدم انجاز مشاريع تخص هياكل شبابيه ورياضيه. نتكلم على بعض المشاريع الهامه المهيكله المتواجده على مستوى ولايتنا. اليوم ان شاء الله سوف نرى هي النتائج الاعمال اللي قمنا بها طوال الاعوام السابقه. سوف يتم استلامها المركز هذا في مركز تعفوكا، سوف يتم استلامه قبل 5 جويلية ان شاء الله، يكون يعني تجرى فيه الالعاب العربيه ان شاء الله. كما سوف تتم عمليه استلام مشروع ملعب قليعه كذلك في هذا الاجال، في نفس الاجال، وكذا مشروع شرشان اللي ممكن يكون مباشره حوالي مع اواخر شهر جويلية. شهرين شهرين ثلاثة ماكسيموم يكون يبدا في اخر شهر تاع ابريل. مي جوان. بون احنا في هذا ما نجيش يقعدوا لك راه ما تبقى فهمنا.